للوقوف أكثر على تداعيات الزلزال الذي ضرب تايوان واليابان، يبقى معنا مراسل عربي في طوكيو هشام الرجباني. أهلا بك هشام، ما هي أكثر المناطق اليابانية تأثرا بهذا الزلزال، وهل ما زالت هناك تحذيرات من حدوث تسونامي؟ الزلزال وقع في صباح هذا اليوم في المناطق المتاخمه لتايوان، وفي تلك المناطق تقع احدى الجزر اليابانيه، جزيره يوناغوني وجزيرتين اخريين يابانيتين، ولكن جزيره يوناغوني هي الاقرب الى تايوان. في الصباح وكاله الارصاد الجويه اليابانيه اصدرت تحذيرا من امواج التسونامي، وطلبت من سكان الجزيرة التوجه إلى مناطق مرتفعة. أيضا في جزيرة أوكيناوا الرئيسية إلى الغرب طلبت وكالة الأرصاد الجوية وطلبت السلطات المحلية من السكان التوجه إلى مناطق مرتفعة بسبب التحذير من أمواج التسونامي، ولكن لاحقا رفع هذا التحذير وأصبح مجرد توخي الحذر من أمواج التسونامي وليس تحذير من أمواج مرتفعة. أيضا توقفت لوقت محدد حركة الطيران في مطار ناها باعتبار وجوده بالقرب من السواحل، ولكن وطلب من المسافرين أو من الركاب التوجه إلى الطوابق العليا من مباني المطار. فيما عدا ذلك أصدرت المتحدث باسم الحكومة اليابانية في بداية الأمر تحذيرا من أمواج التسونامي، ولكن لاحقا رفعت كل أنواع التحذيرات من أمواج التسونامي، وبالتالي مجرد الطلب من المواطنين أن يتابعوا آخر التطورات التي تنشرها وكالة الأرصاد الجوية وكذلك السلطات المحلية في الجزر القريبة من تايوان. شكرا جزيلا لك مراسل العربي في طوكيو هشام الرجباني.